الرحم نعمة صبو بسمة ورحمة عبرانا وقدوة تبقى مهما يطرى من صخاف البلد أحلى ذكرى أحلى ذكرى. حليمة، حبيت نطلب منك حاجة. يا عمري طلبي مني عيني أنا أعطيهم لك. حبيت نطلب منك باه تعاونيهم بشوية قش. حبيتيني نعاون ربيعة على الشي اللي دارتو فينا؟ بابا ما كانش قاسي، بابا ما كانش كاع على بالو شا يصرى قدامه، كان يبالي عايش في دنيا واحدة أخرى. مرتو كانت تحكم وتسير كيما تحب، وهي اللي سيفت علي باش يزوج حليمة لسالم. وحدة فينا ما تقدر تخلي ربيعة ولا بناتها برا. أنا نقدر، لو كان واحد منكم طلب مني حاجه كيما هذه نقول لا. شوفي كريمه، ما تزيديش تلعبي لي بعقلي وخلاص، ما نزيدش نسمع كلامك. انا راني راجعه لداري وننسى اللي فات، ومن اليوم يا اختي بناتو هما بناتي. هيا خلينا من الهضره، واش تقولي نهضروا على حاجه اللي تفرح؟ شوفي الدار كملت، مازال غير نعمروها، وقتها نديروا العرس. كاش جديد؟ لا والو ملكي. ايه راكي منوره اليوم. نورمال. على حساب شو تفهمتي انت وجمال على لادار تاع الزواج؟ هذه صاحبتك؟ ايه بصح من صوتها ظهرت كبيره. ما خاطرش كانت شيخه ديالي. علاش عيطت لك؟ واش تسحق؟ بصح لي ما كلفته مسؤوليه كبيره، وهو تعرف رشيد اذا دار الحاجه يديرها كيما يلزم ولا يجبد روحه. كيما يقول المتن، هرب من الحبس طاح في بابه. واش راك دير لها؟ راني واقف نستناكش خدمه. نستناكش خدمه؟ ولا هذيك ماشي خدمه هذيك؟ واش نقول لك؟ راهي مليح معاها. ملي جات من دار والديها راهي هايله. عارفك بلي انا خو المعلم والوزين هذا تاع نسيبنا. بصح مانيش عارفه اذا كان صح ولا ثاني راهي توجد فيك اش خطه. حليمه يخلص دوكا كل شيء تبدل. مازالك غير انت مكحله قلبك. راني عقلها كبير. دوك تفهم بلي منى تبدل تاع الصح، هكذا على الاقل رشيد يقدر يتهنى من هذه المشاكل. تفهمت مع اختك باش يسيلها الوزين وتحبس التم، وما فهمتش انت واش دخلك؟ ملاح تما انت تدي النص بالنص معاها وانا نخدم عندكم بين زوج. كريمه واش راكي لاباس؟ السلامة. يسلمك يا اختي، ملي جيتي ما حوستيش علينا، قلت نافس على قلبي ونجيك انا. ما ديري والو في بالك، جوزي اختي. بان عليك الترفاه يا لالا، شنو الذهوبات كامل؟ الله يبارك على بيان سيتي مالك. مازال كيف لسان طويل، كون نقول لك حاجه تفرحي. هاكي بالجوف. لا رشيد شاء الارض الحين نبداو نبنيو. تبنيو انتوما ولا هما؟ قولي لي جوزين ولا ديالو؟ لا تاختو، بصح على حسب ما سمعتو يهضر مع احمد قالوا نخدموا نص بنص. سمعتيه يهضر مع احمد؟ هو ما قالكش؟ تسمع مازالك برانيه يا كريمه، هذه الهضره تاع الرجال. وكيقول لي انا واش نفهم؟ ما تفهميش، دير راسك خشين. قلت حاجه، انا مش حابه نعمر راسي ونزعف روحي على جالك. يا وهذيك المعوقة، شوفي ما تزيديش تقولي عليها هكذا. ياه راني نزعف. جات خديجة طلعتها معاها هي وريما،
بصح راني دوك تجي هذا هو وقتها. راه مليح معاك خاطش انت اللي نشوفك تبدلتي. انا تبدلت خاطر مش كنت غلطه معاهم، هما راهم لاباس معايا، مازال ما والفوش برك العلاقه جديده معاهم، بصح على بالي مع الوقت يوالفوها. هما لاباس بيهم خاطر انت ديري لهم واش يحبوا. هذا ما كان واش هاد الهضره، هما ما راهمش طالبين مني اكثر من اللي راني ندير لهم. ما راهمش يطلبوا خاطرش مازالهم صغار، فهمتي؟ كل ما يكبروا كل ما يشرطوا اكثر. يا اختي انا ولا غير بيا صلاحك هذا ما كان، راكي تقولي ترفهتي وراكم رايحين تبنيو فيلا، درك هكاش ما يكون. يا لو كان على 10 سنين انتي تلقاي روحك في الزيرو وهما تلقيهم طلعت بيهم. مش راكي تقصدي بهاد الهضره تقعدي هكا بلا طفل؟ والله ما تضمني حقك فيها خيرو. وبعيد الشر كاش ما يصرى، هادو عوام هادو ايامات، من غدوه تصيبي روحك بوالو، الشي اللي يصيح لك ما يبان وينو مع واش كاين. اخا بعيد الشر هذا واش تفولي نعلي بليس المتحق علينا كامل. ديري عقلك في راسك وقنعيه باش تولدي، هكا ولا جبتي طفل هو اللي يورث. ونقول لك وكان جيبي طفل يحطك فوق راسه. خدي رايي ما تندميش. كريمه رجعتي لهاد الهضره؟ والله ما كنت حابه نجبد لك سيرتو، بصح انتي اكيد تحتمي عليا، ما نقدرش نشوفك هكا تمشي في الغلط ونسكت. بصح انا ما لقيتش واش ندير له، شحال من خطره ما عنيت له هكذا، شتو ما يخمش كاع الاولاد كيما سيت نفهمو. ما عرفتش هاد الهضره ماشي كاع دايرها في راسو. زيدي معني عندك الحق كي حبيتي تكسبيهم وتقربيهم لعندك، وبيني له باللي راكي حابتهم وحابتهم يحبوك تان. هكذا كي تهضري له على الدراري ما يزعف ما يتقلق ما يخافش، وكان كاش ما يكون مشكل خاطش يكون مهني من جهتكم. ايه ما شكيتش يا اختي، ما تعرفيش رشيد كيما نعرفه وانا. رجال كامل يتبدلو كيطيحوا في مرا قفزه. وعلاه راكي تشوفي في اختك كي قفزه؟ جيبي طفل بلا ما تقولي له. والله العظيم غير يحاوزني يا اخ، مازال ما تعرفيش رشيد سيختو كي هذيك الحاجه ديريها في راسك تما وين يزيد يشحن. نسيتي واش وصاتنا خديجه؟ انا نقولك الصح لقيت عندها الحق. كي يحاوزك بطفل خير ما يحاوزك بوالو، على الاقل يكون محتم يمدلك مصروفه. ويا اختي يكون يصدق وصح يجي ولد، نقول لك يحطك فوق راسه ما تندميش. ولا نقول لك بدلي الخطه، بداي ببناته دخليها لهم في راسهم باللي لازم لهم خوهم، حتى يبداو يحسوا باللي صح لازم لهم خوهم، ومن بعد هو يقتنع بالفكره. هذه بالك خدي رايي ما تندميش. الخير مس الخير. وراهي سليمه وريما ام طلعوا عند خديجه؟ نحط لك بنتي تفطرين. لا لا ميك يلا نطلع عندهم. وش بيها مازال عارف داش نايفها في السما؟ وعلى مسكينه تقولي عليها هكا، هي طفله صغيره. طفله صغيره رضانيه نحط لك تفطري، خاصك غير ترفدي لها الكارطابل. ودركا كريمه جيتي تشوفيني ولا جيتي توجعي لي قلبي؟ كيما تفهمنا ساع فيها ورفدي لها كارطابها ولا حبيتي، بصح ما تنسيش تدخلي لها في راسها الفكره تاع الدراري هادونا. اه مادام هي اللي تسير في الدار. اختي كون جيت انا في بلاصتك ما نقدرش، والله ما نحمل. نحط لك تفطري. وعلاش بلال نفطر مادام ترفهتي؟ سيغمون تكوني طيبتي ماكله. الله الله قولي لي ما حطيتي ليش تفاح اليوم؟ كاين الكيوي.
قهري بابا واش عاجبك الحال شويه نورمال كيما راك تشوف. اسمع ما تنساش هذا لوزين تاعكم ولازم تلتاو به راه يتاكل عليكم وكان رانا كامل كيف كيف فيه صحه ما تجبوش الحال خاطر راني نخدم فيه ما يفهم ما قلتلكش ما نخدمش بصح كيما قال احمد عنده الحق هذا راه تاختنا بين زوج وانا واش راني ندير ها ما تشوف فيه حصر مع الخدامين حتى وليت نشارجي معاهم اركان انت راك في الفايده. اسمع رياض مازالك صغير وتتعلم كل وقت وقته وش بيك هذا او والله يا احمد غير انا حاصلين بلا خدامين انا حاب نزيد اللي في كتيف ما عرفتش كيفاش علاش لا لا وانت مازالك شايت في رايك ها ما تجيش تخدم معايا يا اخي قلت لك حقك تديه كيما يلزم الدنيا بلوجي هيا ها اسمع وش بيه هذا على خاطرش راهو يخدم كي هو كي الخدامين ويخلص كيما هما حاب يولي شاف يا رشيد تعرف رياض دايره هكذا ايه سافو سافو مازال صغير والله يا حمد غير راني مسافو انا نقول لك راني مسافو فوق اللازم كاع وراني ندير له هكذا باش يدوق واش معناتها التعب لا خطاش هذا هو في لقمه الحق وحده الفيه رشيد ما تنساش باللي راكم خاوه يا خويا العزيز على هذا الشيء اللي راني هكذا معاه وما على بالوش بالعلاج مصلحته اللي راني ندير له هكذا بصح مازال باش يفيق خلينا منه واش قلت نروحو نشوفو هاديك الجهة باش بالك في بيض تبدل رايك كي تخدم معايا ها هو يا صاحبي هادي نساها حبيت تغرني انا تعرف بلي لابوليس ساكنه في دمي على بالي هاي امشي برك امشي هاي امشي هاي كلها توقع منه القرجو معاه فراسي تايقولو لها لا راك تفرق يجي محدد لك البوازو عندي الصومة سكنتيها بعد ذلك يدير حويطه كبيره على دروس تيسان هذا اللي جيت اه لازم خوك ولا اختك اللي يلعبوا معك ولدي ونوسه سنيات تصفى يا راسي يا وفاقو ولي قال ساقو هذا ساقو بيك على والديك خمو يا جماعه شي اللي فوق راه يطفى الصو شو يخدم معي تامو يخدم يخدم في قلت هذا راه هاني مون هي هذا واش خاصنا واش راكم صافا صافا وعجبكم الحال شويه هكذا على الاقل تهنينا من الدار ومن رياض رياض مش خدام جاب لك ربي بصح هو يجي بزاف للدار يفطر يشوف تيليفزيون لو مسيو يعاود يولي كي يجي 5 دقائق برك يدير فينا حاله على هذاك اللي اشتكى لي منه رشيد قال لي يخرج بزاف بصح ما تقلقوش روحكم دوك يزيروا رشيد وراي حليمه هاي لهنا دوك نعيط لها صح مدام عيطولك مدام واش حبيتيهم عيطولي بصح هادو خياتك ويخدموا هنا كيما هما كيما الاخرين قولي لي واش جابك واش حنقول لك عرضني جمال وعلى بالي بلي حيهضر لي على الزواج وعلى هذا اللي حبيت ناخذ رايك واش رايك نديروا العرس في الصيف انا مازال ما دارش العام على موت سالم وما نقدرش نحضر العرس ما تحضريش مهبوله ما تزعفيش حكيمه بصح ما نقدرش نلبس ونفرح ونحضر العرس اسمحي لي اختي العزيزه ولا ما كنت عارفه بلي كتخمي هكذا خلاص نخلوها حتى يفوت العام يا بصح هكذا راني نعطلك معايا دوك يزعف جمال ما يزعفش بصح قولي الصح زعما ماكش ديري فيها بالعاني وتعطلي باش نقعد معاك
صح؟ مانيش حابة تروحي كامل عليا، بصح تاني ماشي هادي هي السبة. المرحوم كان عزاز علينا كامل. حليم أنا نروح. وش راح تقولي لجمال؟ سهل، نسيب له سبة. وش رايك نتلاقاو نهار الخميس كامل؟ جوزي جيبي خديجة وسليمة. خلاص ندوز نجيبهم ان شاء الله. ان شاء الله. مدام كاين واحد لا كليون تيتحوس عليك. دوك نجي. صح فريال، اروحي انت ومانا نهار الخميس لعند حليمه. ما نكذبش عليك ما نقدروش، نهار الخميس ان شاء الله لازم نعاونو يمانا. صح كيما تحبي اختي. يسلمك. انا راح نشوف المراه واش تحق قبل ما نزيد نقول حاجه تزعفك. انا نروح. شفت سليمه طولت عندك جيت نديها. هيا دخلي منى دخلي. ها دوك الجيران يا تلقى الباب مغلوقه. مازال باش تجي، ويلا جات ولقات الباب مغلوقه راهي تطلع. امشي سليمه معليش تروحي مع الاولاد. ريما راهي تما عندي هضره مع منى. صح غير خير خديجه اختي. خير خير. من الاول كنت حابه نهضر معاك مادام كي جيتي لعندي. درك نهضروا. اهضري وش كاين؟ على بالك يا منى شحال كنت نعزك، على بيها جبتك الخويا. كنتي تعزيني وعلى هو دوك؟ ما نكذبش عليك كنت زحفانه عليك، شكيت غلطتي في حق البنات وحق رشيد. ما تزحفيش، لازم نهضروا بصراحه وفي كل شيء. اهضري والله ما نزعف. في الشهور الاولى تصرفاتك تاعك ما عجبتنيش مع البنات. على بالي وراني مستعرفه باللي كنت غالطه. او درك دوك والله العظيم غير تبدلت وراني بقلب صافي معاه. راني مصدقاتك والله يا منى، ما تلقايش واحد كيما رشيد. على بالي رشيد ناس ملاح وبناته ديريهم كيما بناتك، ما يوصلوكش بشي مشي مليح. شوفي خديجه ريما صغيره ورانيا عمري ما سمعت منها كلمه ماشي مليحه، غير كي نوصل روحي معاها. وسليمه راهي مثقله عليك، انا نديها. حتى حليمه راهي تتمنى سليمه تعيش عندها. وعلا زمان بكري عايشه في دار خوها، وليش حبيتو تدوها؟ صارحيني منى، ماذا بينا تهناو كامل ويتهنى رشيد. على بالي عياتك ولا تقلتي منها. سليمه في هذه الحاله محال الانسان يقوم بها، ولا حبيتي ندوها والله واحد ما يزعف منك. وما ديري حتى حاجه في بالك، حنا نروحو نقنعو رشيد وبلا ما يحس بحاجه. يا خديجه اختي سليمه كيما راهي اختكم راهي اختي. راكي متاكده؟ والله العظيم راني متاكده من هادشي. والله غير راكي هنيتيني، دوك نقدر نرقد مهنيه. ربي يعلم كان النعاس يطير عليا كي نشوف المشاكل. رقدي مهنيه، انا تعلمت حاجه، رشيد قد ملاحتو قد قبحتو، وانا مانيش حابه نخسر داري. نقول لك الصح. عطيني نبوسك. الحمد لله هنيتيني. كاينه حاجه حبيتي تقوليها؟ لا لا ما كاين والو. ما تقولي ليش والو، كاينه حاجه. قولك الصح الصح خديجه اختي، كنت عاونيني في رشيد. هاكي على بالك ريما كبرت ورانيا ديما في المسيد، وموطفي لي ونسني في الدار. واش قلتي؟ هذا الشيء اللي كنت خايفه منه. ورشيد نعرفه مليح. وعلاه ظني مازال عند رايو؟ ربي عيشك يا منى، ما زيديش تجبدي لي على هذا الموضوع. نعرف رشيد مليح وحتى واحد ما يعرفو كيما نايا. محال يوافق درك، محال.
وعلاش درك يا اخي؟ فهمتك وقلت لك مرته الاولى ماتت مسكينه بالجوف، محال يوافق. وعلاه مرته الاولى شي وانا شي؟ يعيشك منى، هاني قلت لك بالك تقولي له، راهو ما يقبلش. هاي جات رانيا. انا نروح نحط لها تفطر تقرا العشيه. دوك نحبط لك سليمه. جيتي رانيا؟ هاي بنتي الفطور واجد. يا منى انسي انسي هذا الموضوع، انسيه كاع. يا لو كان يسمع رشيد. أوا انا نحشوف خالي توحشته. صح، هو تاني قبلي راني عندها بزاف ما جاتش عليهم، باقيلا نسيتينا. انا ننساكم. انا نقراو كيف كيف، انا ما تقدريش تنسيني. نحشوف خالي جديده هاد الهضره. هذا انتي؟ نقول لك والله غير شكيت باللي خدامك. توحشتك خالو. لو كانت وحشتيني راكي جيتي شفتيني. اسمح لي على بالك. المهم واش راكي؟ لا بس الحمد لله. اوه سليمه وريما. الحمد لله راهم كامل بخير. يظهر لك فرحانه. ماشي فرحانه، فرحانه مليحه على حسب كلامك. الجو راه صافي. ومونا واش راهي معكم؟ ملي جات من دار والديها لاباس، تعرف بابا كيدير حسابات يخرجوا له دائما صح. قال بعتها لدار والديها تعاود حساباتها، يظهر لي عودتهم. هذاك هو المهم، تكونوا نتوما ملاح. خالي انا نروح، جيت برك باش نشوفك. اسمعي، هاي السمانه الجايه واحد راح يجيب لي طوموبيل جب، ما كاش منها قف الزهر. تشريها؟ كيفاش نشريها؟ انا نقول لك عجب وتي تقول لي شريها. يجيبها لي نبدلها واحد بياسة برك. ايه والله غير نجوز خالي. هاي راه كي يجيبها لي نبعث لك معهودة ان شاء الله على خير. اسمعي، يظهر لي بابك راه هزني فوق عليا، عاد كامل ما يهضرش معايا. علاش كاش ما صرا؟ لا لا بصح ما عاد ما يجي ما يحوس عليا، ولا كيشوفني في الطريق ما يهضرش معايا. لا لا ما شكيتش يكون ما شافكش. انا قلت كاش ما صرا. المهم تهلاي في روحك. على خير. بسلامة. مساء الخير. مساء الخير. تفضلي دوكي تلهوا بك. جبتيها جديدة؟ ايه. وهذيك خطها؟ ايه. تشبهولك شوية. يخلق مشبه ربعين. تفضلي. بالعقل وجعتيني. سمحي لي. نعم. ان شاء الله ان شاء الله خويا ان شاء الله. ايه عصون انا عيطت لهم وقلت لهم يوجدوا لك الفاتورات. ايه اسمع، راك روشي راك شو اللي نعاود لك؟ راك روشي صح. واش راك دير؟ دير والو، مريحو شويه. علاه نهضر لك على الخدمه؟ وشنو هذاك اللي في يدك؟ ارا هنا واش هذا الزبل هذا؟ اسمع نحذرك،
اخر مره نصيبك بهذا الزبل هنا في فلوزين. اسمع فيا، ندبر راجلي ديجا. واش كنت باش تحكم فيا؟ غلق فمك، اسكت اسكت. كي تخرج منا كي تخرج منا دبر راسك، موت، تنهرد، ارمي روحك في البحر. بصح هنايا ولا قدام الفاميليا بالك، خاطر راني سكت لك بزاف على بالك، وهاد الخطا ما زيد سكت لك. امشي 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 امشي. الناس كاع تعقلوا غير هو. هاي مشغولة. قلت لك دوزيها لي. وي واش راكي كريمة؟ شبيها تدخل في روحها؟ هاي مشغولة. واش تسحقي؟ علاش انا كاش نعيط لك باسك تسحقيتك؟ عيط لك نسقسي عليك، هذا ما كان. راني الحمد لله. ورشيد واش راه؟ راهو مشغول كيما العادة. يلاين في الملاين. واش راهي يما؟ بخير. قولي لي كاش جديد؟ فاش؟ شي اللي هدرنا عليه؟ مازال ما هدرتيش مع البنات؟ ايه راه مكاملي سلمو عليك. يعطيك الصحة كي عيطتي وسقسيتي عليا. بقاي على خير. اوه كوبات عليا. يعطيك الصحة يا لالا، كتر خيرك. هانيا كملتي المراجعة تاعك؟ كملتها. عارف بنتي شاطرة. ريما هي قاعدة قدامي بنتي. مني تشوف القصة تاعك. والله راني نخمم كي تدخل ريما لمسيت كيفاش ندير وحدي. كيفاش واش ديري؟ تولي الدار ساكته، ما كاش ميم با طفل صغير اللي يزهيها كيما ريما. واش قلتي رانيا؟ واش قلنا؟ فواش كون جيبو طفل صغير يعمر علينا الدار. ومنين نجيبوه؟ بوه كيفاش منين نجيبوه؟ انا نولدو. واش تاني؟ سمحي لي مشي بيت رانيا. سمحي لي عم بات لي واحد اخرى. ما عليه جوزيها لي. دقيقه الو. مس الخير تاتا. لاباس الحمد لله. بغيت برك نسقسي عليك. راني حابه نشوفك. يظهر لي ما كاش كاع مليحه. راني حاسه بيك. ساعة شوفي نجمو نتلاقاو غدوه حشيه. انا ما نقريش وانتي ما تقريش. خلاص مالا انا نجوز لك المسيد. بقاي على خير. تهلاي في روحك. اي بقى على خير. شبيك انا كي مقلقه رانيا؟ مانيش مقلقه. هذه المعلمه نتاعك؟ اه. تتلاقاي معاها كل يوم؟ مين داك؟ صاحبتك. اه. ما كيش شايفه باللي راهي كبيره عليك باش تكون صاحبتك وباباك على باله؟ اه. راني خايفة من هذا الموضوع اللي راهي تتكلم فيه هاد اليامات. ربي يستر برك.
حبيبي. صافا احسن من ثاني. ومعاش نشوفهم. ايه روح بصح ما تنسى والو. حقا حليمه غدوه روحي جيب انتي جيبيها بس كان غدوه ما كملش خدمه بكري. ايه وانا عندي شغل برا ما نروحش. بحتي معنا لولا فريا اللي يجيبوه المسيد ماشي بعيد. انا خاف يسقسوهم ويعرفوا بلي خياتي. ايه خياتك عيب عليك حليمه هاد المره رحتي بعيد. ايه غدوه نقول لهم يروحوا وما يقولوش بلي خياتي. لا لا جو بريفير ما تبعتيهمش ولا تجرحيهم بهذا الكلام تاعك. خلاص خلاص خلينا غدوه نشوفو. هذا مازال ما نحيتهش. ما قدرتش حليمه اختي مش قلنا خلاص نمحو هذه الصفحه. مازال طني على باله كيفاش كانت حياتي مع بابا. كان يحبو كان يحبو بزاف. لا لا اختي كنتي زوجه وام قايمه بدارها ولادها خلاص حليمه اختي تعيشي خلاص. كان حاس خلاص رانيا كيراكي. مالك رانيا راك تبان لي مقلقه. صح معلش مشينا هضروا لداخل. رانيا ما راكش كاع عجبتني كي مقلقه بزاف. راني خايفه طاطاني خايفه. علاش واش كاين؟ صح روحي معايا دروك لقاعات الاساتذه تكون فارغه وتما نحكو براحتنا. رانا وحدنا دروك هيا رانيا نجمي تحكي لي. يا اخي حكيت لك على بابا ما يحبش دراري وحكيت لك بلي ماما ماتت حامله وقبل ما يخطب منى قال لعمتي لو كانت تطلع على دراري نرميها برا. واه قلتي لي بصح وين راه المشكل؟ منى راه غير تهضر على دراري راني خايفه تحمل بلا ما تقولوا ولا تهضروا على دراري يرميها برا. بعد ما ولينا نورمال واستقرت الحاله راني خايفه نولو كيما كنا. تخافيش بالك باباك يكون بالدرايه. ما شكيتش واحد النهار شفتو في الشومبره ديالي ما شفتوش منى. دخلت انايا ما على بالوش بلي كنت نشوف فيه. حكمت تصويره تاع ماما يظهر لي مازالو يحبها. كشتوك شغل كان يوعدها بلي عمره ما يسمح لمراه واحده اخرى تكون يما ولادو. بابا ما تبدلش. ما تقلقيش روحك بالك يهدر مع منى ويفهمها بلي راهو رافض موضوع الدراري. راني خايفه يطلقها مانيش حابه نعاودو نعيشو هذوك الايامات اللي عشناهم بعد ما ماتت ماما. بابا كان مهول ما بين الخدمه والدار كان دائما مقلق. دوكا تبدل ولا يقصر يضحك بصح راني خايفه تعاود تتقلب حياتنا من جديد. خلاص هدني روحك دروك كل شيء واللي مليح ان شاء الله.